ليله الجمعه مذكوره مبول الدنيا وتاليها جمعت الشم يوم الناس مجتمع سبحان رب يبعدها ويدنيها. مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من أحلى ليالي. هذه الحلقة طبعا تختلف بعض الشيء عن الحلقات الماضية. في هذه الحلقة سوف نعيش مع الماضي، مع الذكريات، مع بعض الصور القديمة والنادرة. سوف نستعرض صور نادرة لأصحاب سمو الملك الأمراء، وأيضا سوف نشاهد الحج قبل 60 سنة تقريبا، وأيضا سوف نشاهد مناظر وصور سينمائية لبعض مدن المملكة قبل تقريبا 50 سنة، بالإضافة إلى بعض المواويل والأغاني القديمة. كونوا معنا أعزائي المشاهدين ومع ضيفنا الأستاذ صالح بكير. حياك الله أستاذ صالح. حياك الله وسعداء بلقائك. الله يحييكم أستاذ صالح. زي ما قلت للسادة المشاهدين، عندنا أشياء قديمة وعندنا صور وعندنا وعندنا وعندنا، ما أدري من وين نبدأ. والله كما يحلو لك يعني، وتشوف يعني سر المشاهدين. إذن زي ما تفضلت كما يحلو لي، نبدأ مع الفن وهذه الأغنية أو المقطوعة. طبعا صوت أخذناها من المكتبة الموسيقية للأستاذ صالح بكير، وبعد ذلك نتحدث عن ما ذكرنا سابقا. نشاهد الأغنية.
حياكم أعزائي المشاهدين، وأيضا نحيي ضيفنا الأستاذ صالح. حياك الله مرة ثانية أستاذ صالح. الذاكرة الضوئية، أنت دائما تكتب تحت اسم الذاكرة الضوئية. نعم. أنت من الناس اللي تهتم في التاريخ، إيش تعني لك الذاكرة الضوئية؟ ليش تكتب تحت الذاكرة الضوئية أو تحت مسمى الذاكرة؟ طبعا مسمى الذاكرة الضوئية، مسمى الذاكرة الضوئية هو الواقع. مسمى الذاكرة طالب في القاهرة وكان بدايتها ذاكرة التاريخ. فكتبت أول مقال عن العيد الوطني للملك عبد العزيز رحمه الله تحت الذاكرة التاريخي، ذاكرة التاريخ. نعم. فالأستاذ مصطفى أمين طبعا عملاق الصحافة العربية حرفها من التاريخ. فلما تخرجت هنا وصلت هنا كنت أكتب من الذاكرة. بعدين ابتديت الكتابة في طبعا جريدة اليوم، فتغيرت إلى الذاكرة الضوئية حتى تكون أن الذاكرة هي التاريخ والضوء هي الصورة، فأصبحت الذاكرة الضوئية. جميل أستاذ صالح، أنا برنامجنا أساسا اسمه أحلى ليالي. نعم. أنا أشوف أن الحديث عن الماضي عن التاريخ فيه شيء من الحلاوة. ما في شك طبعا معي. ربط الماضي بالحاضر وما عمله أباءنا وأجدادنا وما وصلنا عليه الآن، يعني هذا من الماضي وتاريخ الماضي. على الأقل يعني بيكون لما نتحدث عن الماضي وعن بعض الصور القديمة بيكون في عظة وعبرة للمشاهد. يعني الصور اللي بنشوفها سواء عن الحج ولا عن بقية مناطق المملكة، نعم، بيكون فيها عظة. ما في شك عبرة الجيلنا الموجود، ويمكن حنا بعد نعرف كيف كانوا عايشين أجدادنا. نعم. الصعاب اللي كانوا يواجهونها والمشاكل اللي كانوا يواجهونها. نعم. نبدأ في بعض الصور القديمة. نعم. اللي أخذناها من الذاكرة الضوئية نشوفها، طبعا بعد ما نشوفها نتحدث، في ممكن تعلق عليها يعني وحنا نشوفها. تفضل. صورة للإمام عبد الرحمن الفيصل والد الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، الأمير سعد بن عبد الرحمن شقيق الملك عبد العزيز. جلالة الملك عبد العزيز طيب الله ثراه مع ابنه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبد العزيز عندما كان نائبا للملك في المنطقة الغربية، وهذه الصور من أوائل الصور الملونة التي التقطت لجلالته. جلالة الملك عبد العزيز وولي عهده الأمير سعود التقطت سنة 1928 في قصر المربع بالرياض. جلالة الملك عبد العزيز طيب الله ثراه في قصره بالطائف قبل وفاته بأيام قليلة من عام 1953. جلالة الملك سعود وبجانبه الأمير عبد الله بن عبد الرحمن بالرياض. جلالة الملك سعود عند زيارته للمطرة الشرقية عام 1961 وبجانبه سمو الأمير سعود بن جلوي أمير المنطقة الشرقية آنذاك، يتفقدون أحد المشاريع بلدية الدمام. جلالة الملك سعود بن عبد العزيز وشقيقه الملك فيصل بن عبد العزيز في مطار الرياض سنة 1963. جلالة الملك فيصل وبجانبه شقيقه الملك خالد عند زيارتهما للولايات المتحدة عام 1943. جلالة الملك عبد العزيز والملك فيصل عند زيارتهما للمنطقة عام 1945. الصورة التقطت سنة 1943 أثناء زيارة الملكية لأمريكا، وهي من اليسار الملك فيصل والأمير محمد بن عبد العزيز وخادم الحرمين الشريفين والأمير نواف بن عبد العزيز. جلالة الملك خالد بن عبد العزيز طيب الله ثراه عام 1930 يقود سيارته بالرياض.
جلالة الملك خالد عندما كان وليا للعهد في افتتاح مبنى تلفزيون الدمام من عام 1969. جلالة الملك فيصل والملك خالد عام 1944. خادم الحرمين الشريفين عندما كان وزيرا للمعارف. خادم الحرمين الشريفين عندما كان وزيرا للمعارف وبجانبه الأمير مشعل بن عبد العزيز عندما كان وزيرا للدفاع. خادم الحرمين الشريفين في مطلع شبابه وبجانبه الأمير خالد السديري. خادم الحرمين الشريفين يزور معهد الإنجال ويرى في الصورة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد يصافح والده. ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز في اللباس العسكري عام 1956. ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز في زيارة إلى مصر مع برفقة والده جلالة الملك عبد العزيز من عام 1946. صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز يؤدون العرض النجدية في الرياض في السبعينات الميلادية. صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز في زيارة للمنطقة في منتصف الخمسينات ميلاديا ويرى مع صاحب السمو الأمير سعود بن جلوي في مأدبة قداء في قصر الأمارة. صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية عام 1963. صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبد العزيز نائب وزير الداخلية عندما كان طالبا في معهد الأنجال بالرياض مرتديا بدلة الكشافة. صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل عندما كان رئيسا لرعاية الشباب وبجانبه الأستاذ عبد الله فرج مدير رعاية الشباب بالمنطقة الشرقية عام 1390. نقطة طريفة لصاحب السمو الملكي الأمير عبد الرحمن بن سعود عندما كان طالبا في معهد الأنجال بالرياض. صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية عندما كان طالبا في معهد الأنجال بالرياض في رحلة برية ويرى وهو واقفا في وسط الصورة. نعم، هذه تقريبا بعض الصور عندك في الذاكرة الضوئية، تقريبا 24,000 صورة. نعم، ومسجلة رسميا بوزارة الإعلام. جميل جدا. ايضا بالإضافة الى يعني احنا ودنا احنا نستعرض اكثر صور، لكن عشان في اشياء ثانية غير الصور الفوتوغرافية، في أفلام سينمائية. نعم، أفلام سينمائية ذي من عام 1930، أي نعم، من قبل 60 سنة. جميل. في عندنا بعض الأفلام السينمائية للمغفور له الملك عبد العزيز. نعم. ممكن نشوفها عشان. هذه طبعاً. نعم. في قصر المربع بالرياض، وهذه من الصور النادرة. هذه أول صورة ملونة لجلالة الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، وهذه أول مرة تعرض، وهذه من أعز الصور اللي أحتفظ فيها عندي في المتحف حقيقة. هذه طبعا مباراة كرة بين فريق التوفيق بالظهران والاتحاد
وهذه أول مرة جلالة الملك عبد العزيز يحضر مباراة كرة ويسلم الكأس. هذه طبعا في الظهران. نعم هذه في الظهران، وهذه جلالته في المنصة الرئيسية والكأس أمامه. نعم. والدي اللي يسلم على الملك عبد العزيز، واخذ طبعا كأس الفوز. نعم. فكان اتذكر قال لي الوالد انه هذه 3-0 يعني. نعم. فازوا على الفوز. نعم نعم. نعم نعم. هذا طبعا جلالة الملك عبد العزيز بعد بعد انتهاء المباراة، وبجانبه الملك فيصل. هذه لقطة سينمائية في امريكا مع جلالة الملك فيصل بن عبد العزيز والملك خالد بن عبد العزيز سنة 1943 عند زيارتهم لأمريكا. نعم. طبعا هذه صورة نادرة جدا سينمائية لخادم الحرمين الشريفين عندما تم تكليفه وزيرا للمعارف في عام 1373. هذه طبعا صورة لخادم الحرمين الشريفين في عام 1944 في الولايات المتحدة الأمريكية، وبجانبه طبعا الملك فيصل ومحمد بن عبد العزيز ونواف بن عبد العزيز. شفناها بعض الأفلام السينمائية. هذا طبعا قليل من كثير حقيقة يعني. نعم. أنا عندي أكثر من يعني 75 ساعة تسجيلية. نعم. لأفلام سينمائية في مختلف المجالات. جميل. نعم. البترول والمعادن في الظهران، عامل الهندسة الكيماوية، كلية تصاميم البيئة، أحدث الأقسام الهندسية بواسطة الكمبيوتر. منطقة الإحساء وعاصمتها مدينة الهفوف. ربوع بلادي الأربعاء 8:30 مساء على ذكريات. بدنا نرجع لل يعني للحج. في أفلام سينمائية موجودة عندك عن الحج اللي شفتها أنا تقريبا فيلم من عام 1357. نعم. أنا يعني ودي نشوف الفيلم هذا جميعا، نشوف كيف كانوا يحجون الناس، نشوف المصاعب والمشاكل. شوف المصاعب والمتاعب اللي كانوا. نعم. يعني وقبل الملك عبد العزيز. شوف كيف مصاعب العالم، الحجاج كيف النهب والسلب وقطاع الطرق. حتى أرسل الله الملك عبد العزيز في فتح سنة 1924 واستبد الأمن. نعم. وللحمد لله، حتى يشاهد المشاهد كيف عناء الحج أيام زمان. نعم. ونقارنه بالوقت الحاضر. فنتفضل طبعا نشوف المادة يعني. نشوف المادة يا أخوان. طبعا سفرة سعيدة في بيداء فسيحة الأرجاء لا يشعرون خلالها بتعب أو نصر،
فهم مشغولون بالتلبية والذكر، مأخوذون بروحانية الحج، وأنهم جد ذاهبون إلى بيت الله الحرام حيث التوبة وحيث المغفرة. القوافل الآن على قرب من مكة المكرمة، الحجاج يستروحون نسيمها العطر، فتعلو وجوههم نضرة وتفيض قلوبهم مهابة وخشية. حول الكعبة سبعة أشواط طواف القدوم، وهو أول واجبات الحج. بعد ذلك يدخل الحجاج هذا البناء الكبير حيث يشربون من بئر زمزم المأثورة التي عثرت عليها السيدة هاجر تحت أقدام سيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وهي تبحث عن الماء عند نزولها بأرض مكة. لجميع المسلمين شغف كبير للارتواء منها والتبرك بمائها، وحسبهم في ذلك أنها سقت كثيرا من الأنبياء وخاتمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا أتيحت لنا فرصة نادرة مكنتنا من تصوير الحجر الأسود الشريف علامة البدء في الطواف دون أن تحجبه الكتل البشرية التي تتزاحم لتقبيله والتبرك به. حضرة صاحب الجلالة عبد العزيز آل سعود ملك الحجاز وأمير البحرين وكبار رجال المملكة السعودية يطوفون حول الكعبة الشريفة قبل الاحتفال بغسلها، وذلك تمهيدا لإلباسها كسوة الإحرام قبل حلول يوم الحج الأكبر بعرفة. اللهم الصفا ربوة في طرف جبل قبيس أحيلت إلى درجات كالسلم، وعنده يبدأ السعي. يسعون بين الصفا والمروة سعي القدوم رافعين أصواتهم بعبارات الدعاء والاستغفار في تضرع وخشية، ويحمل أصحاؤهم المرضى والضعفاء حتى يتيسر للجميع الحج كاملا. المروة وهو كالصفا مدرج فوق ربوة بطرف جبل قينقاع، وعنده ينتهي السعي. وفي يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة أو في صباح اليوم التاسع منه، يذهب الحجاج جميعا إلى عرفات لأداء فريضة الحج الأكبر وليتموا بذلك الركن الخامس من أركان الإسلام. المسجد وهو في مدخل عرفات من الغرب يسمى مسجد نمرة أو مسجد عرفة، ويقع نصفه الغربي في حرم مكة ونصفه الشرقي في الحل. هنا عرفات وهو سهل فسيح قفر لا ماء فيه ولا زاد، فيه يجتمع حجاج الإسلامي بأسره سواسية حفاة عرى خاشعين خاضعين لعزة الواحد الأحد الفرد الصمد. بعد فوات جزء من ليل هذا اليوم المبارك ينفر الحجاج جميعا إلى المزدلفة، حيث يذكرون الله سبحانه وتعالى في المشعر الحرام ويلتقطون من حصبائها الجمرات ليرجموا بها الشيطان في منى. يتوجهون بعد ذلك إلى مكة المكرمة فيطوفوا بالبيت العتيق سبعا طواف الإفاضة. خدم المسجد الحرام ينزعون عن الكعبة الشريفة ثياب الإحرام وكسوة العام الماضي ويلبسونها الكسوة الجديدة. في نفس اليوم
يعود الحجاج إلى منى لقضاء بقية أيام التشريق الثلاث، فيقيمون في مضارب الخيام يذبحون خلالها خراف الضحية ويرمون الجمار. شارع منى الكبير يخترقه الحجاج كل يوم من أيام التشريق قاصدين الجمار الثلاث لحصبها. في مثل هذا اليوم من كل عام، وهو ثاني أيام التشريق أيام العيد الأكبر، اعتاد حضرة صاحب الجلالة ملك الحجاز أن يستقبل كبار الحجاج في قصره بمنى ليهنئهم بالحج المبارك. تجرى بعد ذلك حفلة عرض كبرى للجيش الحجازي أمام ناظري جلالة الملك. جلالته واقف يعرض جيوشه، ومعه أمير البحرين وأمير الحج المصري ولفيف كبير من الأمراء الحجازيين وكبار رجال المملكة السعودية والأقطار الإسلامية. أنا أقول يعني من بداية الحديث، يعني الحديث عن الماضي عن التاريخ، نعم، في حلاوة في عظمة في عبرة، ما في شك. الشيء اللي شفناه طبعا، يعني لو سوينا مقارنة بين الماضي والحاضر، الحق تجد. يقال يعني عندما تولى خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم وانطلاقا من إيمانه الراسخ وقناعته الثابتة بأن رعاية الحرمين الشريفين خدمة وشرف عظيم، فالتوسعة الأخيرة تعتبر أكبر توسعة في التاريخ الإسلامي. نعم. طبعا احنا في مكالمة ظهر معانا نشوف. ألو. ألو. ألو مرحبا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ممكن رحب بالأستاذ صالح بكير. نتعرف عليك أول، طال عمرك. معك نايف شعلان الله يحييك. نعم والله. من وين يا أخ نايف؟ من الرياض الله يحييك. حياك الله أخ نايف. تفضل الأخ صالح معك. كيف الحال أخ صالح؟ حياك الله، يا هلا بيك. الله يسلمك. الله يسلمك. والله يسعدنا هذه الليلة أن تكون ضيف هذه الحلقة. شكرا. احنا على الهواء. شكرا. احنا من المعجبين بزاويتك المتوهجة، ذاكرة ضوئية في جريدة اليوم التي تحكي عن الماضي، عن بلادنا الحبيبة. نعم. ولي سؤال. تفضل. ودي أعرف عن تاريخ النواة الأولى للجوازات بالمملكة، حيث أنك كتبت عنها في الآونة الأخيرة. نعم. أنا عندي رسالة الماجستير في الجوازات. ربنا يوفقك. وأرجو إعطائي نبذة عن تاريخ من هو أول من حمل جواز سفر سعودي وأول مدير للجوازات. نعم. وما هي نعم. أهم الكتب اللي يمكن رجوع إليها في هذا المجال. نعم. مع شكري وتقديري. عفوا أخ نايف، بالنسبة لأسئلتك يعني الأخ صالح، يعني احنا مرتبين بعض الأفلام اللي موجودة تحكي المملكة. يعني ممكن. لا، طالما إنه الرجل يقدم ماجستير. نعم. يعني أعطي نبذة بسيطة، إن النواة الأولى للجوازات كانت في مكة المكرمة. نعم. وأول مدير جوازات هو عزيز ضياء، ربنا يعطيه إن شاء الله الصحة، الآن مريض هو في المستشفى. نعم. وأما أول جواز سعودي موجود حاليا في الإدارة العامة للجوازات هو باسم عبد الرحمن القرعاوي في سنة 1357. زين. أما أحد الزميلات في الجريدة فقالت انه لا، في جواز اقدم منه باسم محمد بن صالح من اهل شقره. بس انه افيد المتصل الكريم انه يوجد كتاب فريد من نوعه في تاريخ الجوازات
ألفه المقدم راشد الشعفولي الهاجري، وهو بحق الأول من نوعه في تاريخ الجوازات المملكة العربية السعودية، وهو مفخرة للمكتبة العربية والوحيد عن الجوازات. ويمكن الاتصال بالمقدم راشد، وطبعا ما أظن إلا يرحب بأي باحث وطالما يقدم ماجستير. نعم أنت موسوعة يعني سواء سان الجوازات ولا لا، طالما يقدم ماجستير يعني ربنا يعينه. يعني هل بوسعنا على نسخ من بعض الصور النادرة التي يملكونها لو نبغى نقتنيها صور منها نسخ؟ ممكن تعيد السؤال أخوي الكريم؟ هل بوسعنا الحصول على نسخ من بعض الصور النادرة التي تملكونها؟ والله إذا كان عندك بحث يتعلق بصور بموضوع معين أنا باستعداد، أما إنه والله إني أهدي صور لا أنا أعتبرها زي أولادي يعني، فحريص جدا على إعطاء أي صورة. أما إذا كان عندك بحث للجوازات أنا مستعد أساعدك الجوازات، أما خلاف ذلك يعني فاسمح لي. يعني أخ نايف حنا شاكرين لك، شاكر ومقدر للجميع. خليك معنا عشان تشوف الرياض قبل 60 سنة كيف كانت إن شاء الله. وأنت طالب من أهل الرياض يعني، وتكلم من الرياض يعني ودي تشوف الرياض قبل 60 سنة. نعم فيها الأخ أحمد يحيى عسيري، هو سأل نفس السؤال، يقول ممكن الحصول على نسخ من الصور اللي عندك؟ ويقول من اللي صور الصور هذه؟ والله على الباحثين. نعم. أو يتعلق ببحث ماجستير أو دكتوراه ويتطلب وضع الصور أنا باستعداد، أما أني أوزع صور ولا أهدي صور فأعتبرها حقيقة أنا جزء من أولادي يعني، فحريص عليها جدا الأخ محمد عسير يعني. على كل حنا نبغى نشوف الرياض، في فيلم يحكي الرياض قبل 60 سنة تقريبا. 60 سنة نعم، 1938 أيام ما كانت الرياض لها سور ولها 4 بوابات. نشوف الرياض ونشوف فضل. والهدف الأساسي زي ما قلنا العبرة والعبرة، ونشوف إيش كيف كانوا الأجداد تقدم الحضاري والأجداد والآباء وكيف ما وصلنا إليه الآن يعني. نعم. في فرق كبير يعني، ما حد يصدق الآن أن هذه عاصمة المملكة العربية السعودية. نعم. بصغر حجمها يعني، كانت أسوار. نعم. فيتفضل طبعا نتفرج على الفيلم سوا. نعم. طبعا هذا سور الرياض. طبعا إخراج الماء أيام زمان وكيف الإبل تشرب منه، كيف المواطنين طبعا يملون القرب المصنوعة من جلد الماعز للاستعمال الشخصي في البيوت يعني. توزع على البيوت يعني مبالغ زهيدة. هذا خارج أسوار الرياض، هذه أحد بوابات الرياض وعلى ما أعتقد أنها بوابة الثميري، لأنه يوجد طبعا بوابة الثميري وبوابة سويلم وبوابة دخنة. طبعا هذا السوق الرياض الشعبي، طبعا العادات والتقاليد العربية الحمد لله لم تنقطع إلى وقتنا الحاضر،
وهي القهوة العربية طبعا من العادات والتقاليد القديمة في الرياض ولا زالت. هلا يا وجودي وياي دي من ضامي تهدنيا دكاتر يداوونه
المشهد او المشاهد الاخيره اللي شفناها هذه نعم. تقريبا كانت الباديه اللي قريب من الرياض. نعم ضواحي الرياض واسواق الرياض القريبه من الرياض اللي خارج السور. والبدو اللي كانوا يعيشون حوالي الرياض. نعم. شوف عيشتهم كيف. شوف كيف النساء. البساطة والنساء ورعي الإبل. نعم. والكفاح. الكفاح والمعاناة. الكفاح نعم والمعاناة. نعم. ظهر معنا تليفون. ألو. ألو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ الله يسلمك. أبغى أتكلم مع الأستاذ صالح. مين معي؟ معك زيد البيشي من الدمام. حياك الأخ زيد ومعك الأخ صالح. حياك الأخ زيد. أستاذ صالح. نعم كيف الحال؟ يا هلا والله. تحية طيبة لك وشكرا على الزاوية الذاكرة الضوئية. الله يخليك. الله يخليك. بغيت عندي سؤال. تفضل. بما أنك كاتب ومؤرخ. نعم. وتمتلك مخزونا تراثيا. نعم. وثقافيا. نعم. فهل تبحث في كتب مؤرخين آخرين؟ أكيد طبعا لابد الواحد في كتابة التاريخ، يعني كتابة التاريخ ليس بقصيدة شعر أو قصة قصيرة، يعني أي شخصية الواحد يكتب عنها مما يعني اللي أثرت على مجرى الأحداث لابد الرجوع إلى المخطوطات والكتب التاريخية الموثقة. أو سؤال يعني أسرة اللي أكتب عنه نفسه. نعم التتبع، يعني تتبع تتبع أي شخصية الواحد يكتب عنها سواء من الأحياء أو من المتوفين لابد التقصي الدقة ويكون بعيدا عن الخيال والهوى الشخصي، إن يكون كتابته بتجرد من كل شيء. فطبعا في هناك مؤلفات كثيرة يعني الواحد يرجع فيها مصادر تاريخية. نعم مصادر تاريخية والحمد لله في يعني كذا مصدر الواحد يأخذ منه المصادر دي. استصالح أنا يعني ما عجبتني شغلة نحن كل شوي نتفرج على منطقة من مناطق مملكتنا الحبيبة. ما في شك طبعا. كيف كانوا وكيف أنا أبغى أشوف الجيل الجديد ماذا عمل الجيل الماضي من الآباء والأجداد، ما ضحوا بأرواحهم ودمائهم. نعم. وما وصلنا إليه الآن، أسلوب الحياة اللي كانت، الخشونة اللي كانت، الخشونة، التعب، يعني المعاناة. الأشياء الكثيرة يعني يمكن تشوفها في الأفلام اللي بتجي الآن. نعم. كيف شغف العيش، كيف دخول البحر، كيف الأمراض اللي تصيدهم من دخول الغوص، من دخول. نعم. كذا من طبعا السفر كان. نعم. طبعا يستغرق، تصور السفر من المنطقة الشرقية إلى مكة شهرين، هذا شوف الحمد لله الآن في ساعتين من الطيارة. أحلى الليالي تراها ليلة الجمعة، مذكورة بأول الدنيا وتاليها، جماعة الشم يوم الناس مجتمع، سبحان رب يبعدها ويدنيها.